الهضرة عليك يا الحادر عينيك. السلام عليكم، معكم ديس الروخ على لوكلاب. ما يميز بنات العساس هو أنه فيه مغربي، فيه مغربي 100%، في مواضيع مغربية اجتماعية، مواضيع تهتم بقضايا وأفكار ومشاغل وتساؤلات الناس، وبالتالي هو يتحدث عن العمق، يتحدث عن الأشياء اللي هي في الداخل واللي كنبغيوها واللي كنحسوا بها واللي كنتألموا وكنضحكوا، أي شيء من هذا القبيل. مسلسل يتحدث من الداخل، من عمق الأسرة المغربية، نخدمناه بإحساس صادق وبحب وبتفاني في العمل، وكانت النتيجة وأنه لقى هذا الإقبال الجماهيري. سيت كوم دار لهنا جميل فيه، هو فيه أيضا واحد الشريحة، واحد النوعية ديال مهمة جدا ديال الممثلين والممثلات، يبدأوا من أصغر سنان إلى أكبرهم سنا، وكلهم تبارك الله كيبانوا في سيت كوم، عندهم واحد القوة في الإلقاء، في الأداء، تحول إلى غير ذلك. وبرز بشكل ملفت علي قنون، في حقيقة ممثل موهوب رائع، ذكي، جميل، فيه واحد كيحفظ دغيا، كيسمع دغيا، كيقدر تبدل له بعض الخطرات لو تيكست وتغير له الفكره وتغير له ادارته في تشغيل واحد مثلا في حركه معينه ولا في صوت مثلا معين. ذكي جدا، الله يحفظه. أعجبت به هذاك الولد، أعجبت بواحد الشكل كبير، الله يحفظه لعائلته، تبارك الله عليه، الله ينوره، ممثل ممتاز، غادي يطلع ممتاز ممتاز ممتاز. الاشتغال مع محمد الجم ونزهر القراقي عمالقة من عمالقة المسرح المغربي، ممثلين بمواهب متعددة، اشتغل معهم فيه بزاف ديال الحلاوة والطراوة، وفيه بزاف ديال الإحساس والصدق. المسرح ولا السينما؟ كنظن المسرح والسينما، السينما والمسرح، السينما والمسرح، السينما والمسرح جوج، ولكن السينما مسرح. ايوا شنو كان نختار؟ ولا كسكسو ولا رفيسة؟ ما جو بريفير كسكسو. رشيد رفيق موهوب، مجتهد، وذكي. شوف، سينما أو تلفزيون، سينما خصها إمكانيات، خصها موارد، خصها بزاف ديال الوقت، خصها بزاف ديال الريفليكسيون، لا ريفليكسيون، خصها دي تكنيك ايتترا، مي خصها سورتو لا بروفوندور، وخصها سورتو انها تخرج منك، من بلادك، من البلاصه اللي انت فيها، توصل للعالميه، توصل للعالميه، هذه ما فيها شك. حيت ماشي عندها علاقه غير بالامكانيات، عندها حتى علاقه بلا بروفوندور، بالعمق. التلفزيون انتما كتشوفوا الحمد لله ونيت اريفي باش نبداو نحققوا الاجماع ونحققوا بزاف ديال الحوايج اللي فيهم بزاف ديال الكاليتي، الجوده، واستطعنا نوصلوا الاعمال ديالنا للمغاربه. مثل مغربي كيقول الهضره عليك يا الحادر عينيك. بغيت نقول لي فان ديالي كلهم، بغيت نقول للجمهور، بغيت نقول للمغاربه، بغيت نقول للناس اللي كيبغوني، انني حتى انا كنبغيهم بزاف بزاف بزاف، وتنقول لهم ميرسي بوكو، سي تري جونتي، تبارك الله عليكم. التواصل غيبقى دائما مستمر، كونوا متاكدين بان اي حاجه غنديرها وانا كنفكر فيكم، انا كنفكر فيكم بزاف، كنفكر فيكم، كنتواصل معكم، ونتمنى ان شاء الله يا ربي دائما نكون في حسن ظنكم. ميرسي بوكو، سي تري جونتي، تبارك الله عليكم، تشاو.